14,570 جنيه استرليني بتوفرها لك منحة مقدمة من جامعة ريدنج في بريطانيا. ده موضوع الفيديو بتاع النهاردة، منحة مجانية لجميع الطلاب العرب وخصوصا الطلاب اللي هم من الدول النامية بتقدمها لك جامعة ريدنج البريطانية للحصول على فرصة للدراسة، فرصة ممتازة جدا للدراسة في بريطانيا. ده الموضوع بتاع الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا هنتعرف على تفاصيل ومميزات المنحة وشرح طريقة التقديم على المنحة. يلا خد كوباية شاي دكتور المنح وتعالى نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا ونتعرف على كل حاجة تخص المنحة. اهلا بيكم يا جماعة، ومعاكم ماريو جميل، وانت بتشوف الفيديو ده كالعادة على قناة دكتور المنح. في الفيديو ده هنشرح مع بعض طريقة التقديم على منحة مقدمة من جامعة ريدنج في المملكة المتحدة. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التقديم، خلينا نعرف مع بعض ايه هي مميزات وتفاصيل المنحة دي. ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع معانا كل ما يخص المنح ودعما منك للجهود اللي بنحاول نقدمها لك. طيب هنيجي مع بعض هنا لتفاصيل المنحة بتاعتنا. زي ما قلنا ان الدولة المستضيفة هي بريطانيا، والجهة المانحة او اسم الجامعة اللي هتدرس فيها هي جامعة ريدنج. المراحل الدراسية اللي بتوفرها لك المنحة دي هي الماجستير، ويمكن لجميع الطلاب وبالاخص من الدول النامية ان هم يقدموا على الفرصة دي. شهادة اللغة الإنجليزية ليست إلزامية زي ما هنشوف مع بعض في الأبليكيشن بتاعنا. آخر ميعاد للتقديم على المنحة دي 30 يناير 2021. طيب هنا في بعض الملحوظات الهامة، لو أنت عايز تقدم بنفسك فأنت بتتبع خطوات الشرح التفصيلية اللي بتقدمها لك قناة دكتور المنح. لو أنت عايز تقدم من خلالنا وتستفيد من خدماتنا، فكل اللي عليك إن أنت بتملى الأبليكيشن الخاص بينا واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن أو صندوق الوصف أسفل الفيديو ده. بالنسبة للتخصصات المتاحة، جامعة ريدنج بتوفر لك فرصة من خلالها تقدر تقدم على أي مجال أو أي تخصص من التخصصات اللي بتقدمها جامعة ريدنج وتاخد منحة دراسية في الجامعة دي. طيب أنت إزاي ممكن تطلع على التخصصات دي؟ المنحة دي فيها العديد من التخصصات وتخصصات مختلفة. كل اللي عليك إن أنت تيجي تضغط على اللينك ده هتلاقي هنا جميع التخصصات أو الكليات الموجودة في جامعة ريدنج زي ما هي موجودة قدامك. بتشوف التخصص المناسب ليك وبتبدأ تدخل عليه وبتقرأ الديسكريبشن بتاعه علشان لو هو مثلا متناسب معاك أو هو ده الحاجة اللي أنت عايز تدرسها ولا لأ، وبعد كده هنبدأ نقدم عليها في الأبليكيشن بتاعنا زي ما هنشوف مع بعض. هنرجع للشرح بتاعنا مرة تانية. هنيجي هنا لمميزات المنحة بتاعتنا. المنحة بتغطي لك جميع رسوم السفر، كمان بتغطي لك جميع رسوم الدراسة، بتوفر لك نفقات المعيشة وزي ما قلت لك بتصل الى 14,570 جنيه استرليني، كمان بتوفر لك بدلات للكتب وكمان الادوات اللازمة للدراسة. طيب هنيجي مع بعض هنا لشروط القبول في المنحة. زي ما قلت لك ان انت لازم تكون طالب من احدى الدول النامية، لازم تكون على الاقل حصلت على درجة البكالوريوس يعني خلصت المرحلة الجامعية، كمان انت لازم تكون حصلت على درجة علمية من دولة خارج دولة بريطانيا. يعني لو انت كنت بتدرس في بريطانيا وحصلت على بكالوريوس من بريطانيا فانت غير مؤهل للحصول على المنحة دي، ولكن لو انت حصلت على البكالوريوس بتاعك من اي دولة خارج دولة بريطانيا فانت بتقدر تقدم على المنحة دي. طيب ايه هي المستندات اللي هتكون مطلوبة منك؟ هيكون طالب منك صورة من شهادة التخرج بيان درجات اخر مؤهل دراسة حصلت عليه وهو البكالوريوس، كمان هيكون طالب منك الخطاب التحفيزي، طالب منك عدد 2 من خطابات التوصية. وفي المنحة دي خطابات التوصية انت كل اللي عليك انك هتدخل بيانات لشخصين انت تعرفهم علشان بعد ما تقدم على المنحة هم هيبدأوا يبعتوا للاشخاص دي ويسألوهم هم يعرفوك ويعرفوا عنك ايه، فياريت انت تدخل بيانات شخصين يكونوا هم عارفينك كويس، ما ينفعش الشخصين دول يكونوا من قرايبك، يا اما دكتور او استاذ جامعي في الجامعة بتاعتك او حد انت اتدربت معاه قبل كده في شركة او في تدريب معين او كان عمل تطوعي او كورس واتيفر، اهم حاجة ما يكونش قريبك. كمان لو انت معاك شهادة اثبات لغة انجليزية بترفقها، لو مش معاك عادي جدا زي ما هنشوف مع بعض في الابليكيشن بتاعنا. طيب التقديم على المنحة دي بيتم ازاي؟ اول حاجة انت لازم تقدم على الجامعة وتاخد قبول جامعي، وبعد كده انت بتبدأ تملى الابليكيشن الخاص بالمنحة، وانا سايب لك الابليكيشن هنا وكمان هنفتح الابليكيشن من الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. كل ده احنا هنشرحه مع بعض في الفيديو بتاعنا. طيب دلوقتي انا هنا سايب لك الموقع الرسمي الخاص بالمنحه، لو انت ضغطت عليها هتفتح معاك الصفحه دي. طبعا اسم المنحه هي فيليكس سكولرشيبس اللي هي منحه مقدمه من فيليكس للدراسه في جامعه ريدنج. لو جيت تنزل معايا هنا تحت زي ما قلت لك في مميزات المنحه
دي الحاجات اللي بتخص المنحة، بتغطي لك تكاليف المعيشة والدراسة. هو هنا بيقول لك ان في تذكرة ذهاب وعودة بالنسبة للناس اللي مقدمة على المنحة، يعني بتغطي لك تكاليف السفر. وزي ما قلت لك بيكون في اهو، لو انت شايف قدامك بعينيك هنا، 14,570 جنيه استرليني لتغطية تكاليف المعيشة. واخر ميعاد للتقديم زي ما قلت لك، كل حاجة هو على الموقع الرسمي زي ما قلت لك، في 30 يناير 2021. وهنا دي بالنسبة لمعايير القبول، الحاجات دي انا شرحتها لك، ولكن فتح لك الموقع اهو عشان تشوف كل حاجة احنا بنقولها في الفيديوهات بتاعتنا من الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. طيب زي ما انا قلت لك هنا ازاي انت هتقدم، زي ما قلت لك بالظبط، ان انت التقديم بتاعك اول حاجة هتملى الابليكيشن. بعد ما بتملى الابليكيشن بتيجي هنا بتملى الفورم الخاص بالمنحة، وبعد ما بتملى الفورم ده بتروح تبعته على البريد الالكتروني او الايميل الخاص بمنحة فليكس. هو هنا بيقول لك الايميل فليكس سكولرشيبس ات inquires.reading.ac.uk. يبقى احنا دلوقتي هنتعرف مع بعض ازاي نملى الابليكيشن الخاص بالجامعه ونقدم على البرنامج علشان خاطر ناخد قبول. بناخد القبول وبنروح نملى البي دي اف بتاعنا من هنا، هنشرحه مع بعض برضو. بعد ما بنملى البي دي اف بنروح نبعته على البريد الالكتروني ده. طيب هنيجي هنا مع بعض نضغط على التقديم على المنحه مباشره، وهندخل مع بعض على التقديم والابليكيشن الخاص بالمنحة. فتحت معانا الصفحة اللي احنا شايفينها مع بعض. طبعا احنا بنقدم على برنامج الدراسات العليا الماجستير، فاحنا هنا هنيجي في البوست جرادويت كورسز، هنيجي مع بعض نضغط على اونلاين ابليكيشن سيرفيس. هتفتح معانا الصفحة دي. طبعا انت لسه بتعمل اكونت لاول مرة، فانت هنا بتيجي بتضغط على كرييت ان اكونت، بعد كده تفتح معاك الصفحة دي. هنا بتختار التايتل بتاعك او المسمى بتاعك، انا مثلا هنا هختار مستر. هتكتب هنا اسمك انت في الفيرست نيم، وهتكتب هنا اسمك الرابع اللي هو اسم العائله او السور نيم او الفاميلي نيم. بعد كده هنا بتكتب تاريخ ميلادك، بتيجي بتضغط هنا وبتبدا تختار تاريخ ميلادك. بعد كده هنا بتيجي بتكتب البريد الالكتروني الخاص بيك، وبتكتب البريد الالكتروني مره تانية. بعد كده بتضغط على كونتينيو وبتروح على البريد الالكتروني الخاص بيك، بتلاقيهم بعتوا لك لينك. اللينك ده طبعا انت بتضغط عليه عشان خاطر يعمل لك اكتيفيشن او تنشيط للحساب بتاعك. بتظهر معاك الصفحه اللي انت شايفها قدامي دي، بتبدا هنا تيجي تضغط على بيجن ابلكيشن اللي هو انت عايز تبدا الابلكيشن بتاعك. بعد ما ضغطنا عليها بتبدا تحمل طبعا، وبتدخلنا على الصفحه اللي بعد كده اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. بتفتح معانا الصفحه دي. طبعا هنا بيقول لك بروجرام سيلكشن، انت هتختار البرنامج بتاعك، هتيجي هنا عند بروجرام تايتل، تبدا تفتح السام، تفتح هنا معاك جميع التخصصات او المجالات الموجوده في جامعه ريدنج، انت بتبدا تشوفهم من هنا. طبعا انت بتبدا تختار المجال اللي انت عايز تدرس فيه، وليكن على سبيل المثال انا عايز اختار الهيستوري التاريخ على سبيل المثال. بعد كده هنا بيقول لك الانتري يير السنه اللي انت عايز تبدا دراسه فيها، تبدا تختار السنه اللي انت عايزها. بعد كده طبعا بتضغط على كونتينيو، بعد كده بيبدا يفتح معاك الابليكيشن بتاعك. طيب بيفتح معانا الابليكيشن، بيحط لك البروجرام والانتر يير اللي انت اخترتها. هنا بتيجي بقى تملا الابليكيشن بتاعك. بنيجي هنا طبعا في الاباوت يو، بنضغط على الايديت. في الاباوت يو طبعا دي بتكون معلومات شخصيه، معلومات عنك، هشرحها لك برده سريعا عشان ما نكونش سيبنا حاجه في الفيديو بتاعنا. هنا طبعا بيسالك عن حاجات تخص اسمك، اسمك الرابع، انت عايز تتنطق بايه، الجندر بتاعك سواء ذكر ام انثى، تاريخ ميلادك، هنا طبعا بتختار الجنسيه بتاعتك، دوله الميلاد. هو هنا بيقول لك do you require a visa to study in the UK، هل انت عايز فيزا دراسه في المملكه المتحده؟ طبعا انت بتختار يس yes. بعد كده هنا بتيجي بيقول لك لو لا قدر الله بتعاني من اي اعاقات، فانت طبعا لو بتعاني من حاجه بتبدا تختارها، لو مش بتعاني من حاجه بتختار no disability. بعد ما تدخل البيانات بتاعتك هنا بتضغط على save details. بعد كده بتيجي بترجع معايا هنا في اليور كونتاكت ديتيلز، دي مش محتاجين ان احنا نفتحها. هنا بتدخل معلومات عن الشارع بتاعك، عن المنزل بتاعك، يعني معلومات عن عنوانك انت، بتدخله رقم التليفون. بعد كده هنا هنيجي في المهم about your education and professional qualifications، بتبدا هنا تضغط على edit. في الجزء ده طبعا بيسالك عن الدراسه السابقه بتاعتك، بتبدا تدخل له بيانات عن الدراسه بتاعتك. احنا مستنيين الصفحه تحمل معانا دلوقتي. بتفتح معاك الصفحه دي. طبعا هو هنا بيبدا يسالك عن الدراسه السابقه بتاعتك، بتيجي هنا طبعا بدخله بيانات عن الدراسه بتاعتك. هنا بيقول لك بليز سيلكت، بتفتح السهم وبتبدا هنا انت تقول له انت درست فين. طبعا انت درست في حاجات اللي هي مش موجوده في بريطانيا، فانت هنا بتيجي في النون يو كي وبتبدا تختار من هنا. بعد كده هنا بيقول لك الليفل بتاع الدراسه بتاعك، وهنا المواد اللي انت كنت بتدرسها، النتيجه بتاعتك. هنا بيقول لك بالنسبه لي الارشيف ده، هل انت خلصت ولا
انت متوقع ان انت تخلص. بعد كده هنا بيقول لك اسم المكان اللي انت كنت بتدرس فيه، الدوله انت بدات دراسه امتى ونهيت الدراسه امتى. بعد كده هنا بتيجي تضغط على سيف ديتيلز، طبعا هنا بيقول لك هل انت معاك اي كواليفيكيشنز اخرى، لو معاك بتختار يس وبتبدا تدخل بيانات عنها، لو لا بتختار نو. بعد كده بتضغط على سيف ديتيلز، بعد كده بترجع للابلكيشن بتاعنا مره تانية، بتيجي في الجزء الخاص باليور ريفرنسز تبدا تضغط عليها. في الجزء ده انت بتبدا تدخل بيانات عن شخص، هو هيكتب لك خطاب توصيه، طبعا انت هنا بتكتب اسمه، بتكتب البوزيشن بتاعه، بتكتب المكان اللي هو بيشتغل فيه، وبتكتب عنوان العمل بتاعه والدوله اللي هو بيشتغل فيها، وهنا طبعا بتكتب البريد الالكتروني الخاص بيه، ولازم تكتبه علشان هم يتواصلوا معاه عن طريق البريد الالكتروني ده، بتدخل رقم تليفونه. وبعد كده هنا بيقول لك هل ده شخص اكاديميك او نون اكاديميك. اكاديميك يعني ده استاذ في الجامعه او في هيئه تعليميه، ولا نون اكاديميك يعني شخص كان مسؤول عنك في تدريب او نشاط معين. بتبدا انت هنا من هنا تختار، وبعد كده بتضغط على سيف. طبعا هم بمجرد ما تقدم على المنحه هم بيبعتوا له ايميل علشان خاطر يسالوه عنك ويكتب خطاب توصيه عنك. بعد كده هنا بتيجي في الانجليش لانجويج بروفيشنسي، هنشرحها مع بعض، هنضغط هنا على اديت ونشوف ايه المطلوب مننا. هو هنا بيقول لك از انجلش يور فيرست لانجويج، هل اللغه الانجليزيه هي اللغه الاساسيه في الدوله بتاعتك؟ فانت هنا طبعا بتختار نو. بعد كده هنا بيقول لك have you taken an English proficiency test within the last 2 years، هل انت اخدت امتحان لغة انجليزية في اخر سنتين؟ طبعا لو انت اخدت امتحان بتختار يس وبتقول له ايه هو نوع الامتحان ده، سواء توفل او ايلتس ايا كان. لو لا بكل بساطة بتيجي هنا بتضغط على نو، وبتيجي هنا بتضغط له على سيف ديتيلز بكل بساطه، وبتبدا تكمل الابلكيشن بتاع. بعد كده هنا في الجزء الخاص بالامبلويمنت اند ورك اكسبيرينس، ده جزء باين من اسمه، طبعا انت هنا بتبدا تدخل له بيانات عن اي حاجه انت اشتغلت فيها او كنت موظف فيها. لو كنت اشتغلت في حاجه وعندك اكسبيرينس بتدخل بيانات عنها، مكان العمل، بدات شغل امتى، انتهيت من الشغل ده امتى، كانت ايه وظيفتك في الشغل ده. نيجي مع بعض في الجزء الخاص باليور فاندنج، طبعا دي هنشرحها مع بعض، هنضغط هنا على ايديت. في الجزء الخاص بالفاندنج هنا بيقول لك دي اوريدي هاف فاندنج such as a scholarship or sponsorship او studentship، بيقول لك هنا هل انت في حد بيمولك، هل انت معاك منحه. طبعا انت مفيش اي تمويل بالنسبه لك، فانت هنا بتيجي بتختار نو. طبعا انت مش بتملى الاجزاء دي، لان انت هنا لو اخترت يس بتبدا تدخل له بيانات عن المنحه اللي انت حصلت عليها من مؤسسه تانية. طيب انا عايز اقف عند النقطه دي، لو انت مثلا ما عندكش مؤسسه بتمولك، خلاص انت اخترت نو والموضوع انتهى، وهتكمل الابليكيشن بتاعك وبتدخل تقدم على الابليكيشن الخاص بمنحه فيليكس. طيب في حاجه تاني انت ممكن تعملها، انت لو مقدم على بنك التنميه الاسلامي، فانت ممكن هنا تختار يس وتقول له ان بنك التنميه الاسلامي ده هيمولني، ده في حاله ان انت اخدت موافقه من بنك التنميه الاسلامي. في نصيحه تانيه انت ممكن تعملها، انت هنا طبعا هتختار نو ان مفيش اي حد بيمولك. بعد كده بتيجي بعد ما تخلص الابليكيشن بتاعك وبتاخد قبول من الجامعه، روح قدم على منحه فيليكس، وروح قدم برضو على منحه البنك الاسلامي للتنميه. يبقى انت كده قدمت على منحه فيليكس، لو اتقبلت فيها تمام، لو لا قدر الله ما اتقبلتش يبقى انت مقدم برضو على منحه البنك الاسلامي للتنميه، وتقدر يكون عندك فرصتين، يا اما تاخد تمويل من منحه فيليكس، يا اما تاخد تمويل من منحه البنك الاسلامي للتنميه. دي تقريبا معلومات يعني مش هتلاقيها غير مع قناه دكتور المنح. طيب بعد كده هنيجي نعمل باك هنا، ونيجي مع بعض في الجزء الخاص بالستيتمنت اوف بيربز. طبعا في الجزء الخاص بالستيتمنت اوف بيربز بكل بساطه انت بتبدا تدخل وبتبدا تكتب له انت ليه عايز تقدم على المنحه دي، ايه اللي هتستفاده من المنحه دي، ايه اللي هتستفاده من التخصص اللي انت مقدم عليه، واشمعنى في جامعه ريدنج، وليه بالاخص في دوله بريطانيا. بعد كده هنا بيقول لك في السبورتنج دوكيومنتس، انت هنا بتيجي في الجزء ده بتضغط على اديت وبتبدا ترفق له المستندات اللي هو هيكون طالبها منك. ونصيحه مني، لو كانت دراستك السابقه باللغه الانجليزيه فما فيش مشكلة ان انت تجيب له اثبات ان الدراسة السابقة بتاعتك كانت باللغة الانجليزية، وترفقه له كنوع من انواع المساندات الداعمة. بعد كده هنا انت بتضغط على view application summary، بتبدأ تراجع الابلكيشن بتاعك، لو في حاجة غلط بتبدأ تعدلها، لو ما فيش خلاص بتبدأ تضغط على submit application. كده انت قدمت على الجامعة ومستني القبول الجامعي. بعد ما خلصت قدمت على الجامعه بتستنى قبول الجامعي، هنيجي مع بعض هنا طبعا للابلكيشن الخاص بمنحه فيليكس، انا هشرحه لك هنا، ولكن انت هتبدا تقدم عليه بعد ما تاخد القبول الجامعي. هتيجي هنا تضغط على داونلود فيليكس سكولرشيب ابلكيشن فورم علشان يتحمل معاك الابلكيشن فورم بتاعك، بتضغط عليه بيفتح معاك الفورم اللي انت هتشوفه معايا دلوقتي. الفورم ده طبعا انت بتبدا تملاه بعنايه، لان ده الفورم اللي هو خاص بالمنحه المقدمه من فيليكس للتقديم على جامعة ريدنج. طبعا هنا
بيقول لك هنا اليونيفرستي ابلكيشن اي دي نمبر اف نون. طبعا لو انت معاك الاي دي اللي هم هيبعتوه لك من جامعه ريدنج انت بتبدا تدخله، لو مش معاك خلاص بتسيبها فاضيه. طبعا هنا انت بتكتب اسمك الرابع، اسمك انت، بتختار اللقب بتاعك، الجنسيه بتاعتك، هنا بتختار ميل او فيميل. بعد كده هنا بتكتب له تاريخ الميلاد، هنا بتختار له الحاله الاجتماعيه سواء متزوج ام اعزب. بعد كده لو متزوج بتكتب له عدد الاطفال. بعد كده هنا بيقول لك العنوان بتاعك، بعد كده رقم التليفون، البريد الالكتروني الخاص بيك. بعد كده هنا انت بتملى له معلومات عن والدك ووالدتك، مكان عمل والدك او وظيفه والدك ووظيفه والدتك، كل دي بيانات انت بتبدا تملاها. بعد كده هنا بيقول لك if you have any dependents what financial agreements will you make for them during your absence on the course. بيقول لك لو في مثلا اشخاص بتعتمد عليك في المصاريف انت هتتعامل معاهم ازاي او هتتصرف ازاي لما انت تكون بتدرس في بريطانيا، تبدا تجاوب على الاسئله دي. بعد كده هنا بيقول لك لو انت كنت اشتغلت قبل كده في اي مكان تبدا تدخل له معلومات عن الشغل بتاعك. كمان هنا بيقول لك if you are currently employed لو انت موظف حاليا will you be released from your present employment for study، هل انت هتسيب الشغل بتاعك علشان خاطر الدراسه. طبعا هو هنا بيقول لك ما تنساش ان انت تعمل له اتاش، يعني ترفق له اثبات للعمل بتاعك. طبعا الاثبات ده انت بتبدا ترفقه له لما تيجي تبعت الايميل بتاعك مع الابلكيشن ده. بعد كده بيقول لك هل انت سافرت قبل كده بره ولا لا، لو سافرت قول له طبعا السبب او الغرض من الزياره او السفر بتاعك بالخارج. بعد كده هنا بيقول لك لو انت عايز اي احتياجات خاصه فهم انت ممكن تكتبها لهم هنا. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بالكورس انفورميشن، هو هنا بيقول لك اي كورس انت قدمت عليه، يعني البرنامج اللي انت قدمت عشان تدرس فيه. هنا طبعا بيقول لك قول له انت عايز تحصل على اي كواليفيكيشن، طبعا انت وبتختار المجال اللي انت عايز تدرس فيه. لو شفت معايا لما فتحنا الاختيارات كان مكتوب لك ام بي اتش اي ال ودي بي اتش اي ال، طبعا انت بتبدا تكتب له هنا طبقا للبرنامج اللي انت اخترته هناك. بعد كده هنا بيقول لك الديت اوف ابلكيشن، التاريخ اللي انت مليت في الابلكيشن. هنا بيقول لك مده الدراسه بتاعت الكورس، يعني ان كانت سنتين او ثلاثه، ودي هتعرفها من خلال الديسكريبشن الخاص بالبرنامج اللي انت اخترته. زي ما قلت لك هتجيب ازاي البرامج وتعرف الوصف بتاعها ومده الدراسه كل حاجه. بعد كده هنا بيقول لك تاريخ بدء الكورس بتاعك، طبعا ده كله انت اخترته وانت بتملى الابلكيشن هناك لما قلنا انت هتختار السمستر او الفصل الدراسي اللي انت عايز تدرس فيه. بعد كده هنا بيقول لك النمو في اليونيفرستي، الجامعه اللي انت مقدم فيها. وهنا بيقول لك البروبوز فيوتشر بروفيشن ان يور اون كونتري، انت ناوي تعمل ايه في المستقبل بعد ما تخلص المنحه بتاعتك او الدراسه بتاعتك. بعد كده هنا بيقول لك if you are applying for a research degree describe in no more than 450 words، طبعا بيقول لك لو انت مقدم على درجة البحث يعني الماجستير وانت هتعمل بحث اوصف له فيما لا يزيد عن 450 كلمة. and in terms easily understood by a non-specialist the area of your proposed research، بيقول لك اوصف له كده في كلام بسيط ايه هي الاريا او ايه هي الحاجة اللي انت هتبدأ تشتغل الدراسة بتاعتك عليها او البحث بتاعك عليها. طبعا هنا بيقول لك please send a copy of your research proposal، طبعا هو بيقول لك ما تنساش ان انت تبعت له نسخة من الريسيرش بروبوزال بتاعك اللي هو مقترح البحث او خطة البحث بتاعتك. بتبدأ انت تكتب له هنا وبتعمل له الريسيرش بروبوزال بتاعك وبتبدأ تبعته له في الايميل اللي انت هتبعت فيه الابلكيشن ده. بعد كده هنا بيقول لك what benefit do you believe your course of study will bring to your home country، في اعتقادك الكورس اللي انت او البرنامج اللي انت مقدم عليه ده هتفيد بيه بلدك ازاي، انت فيما بعد في المستقبل ايه الافاده اللي انت هتعود بيها لبلدك. بعد كده هنا بيقول لك الاكاديميك اند اذر انفورميشن، بيقول لك بخصوص تعليمك السابق بتبدا تكتب هنا اسم المكان كنت بتتعلم فيه، بدات امتى دراسه ونهايه امتى الدراسه، كواليفيكيشن حصلت عليه والدرجه اللي حصلت عليها. بعد كده هنا بيقول لك الفاينانشال انفورميشن، دي معلومات عن الدخل بتاعك انت بتبدا تكتبها هنا، دي حاجه تخصك انت طبعا بتملاها بمعرفتك انت. بعد كده بتيجي في الديكلاريشن، بتبدا هنا تقرا كل التيرمز والكونديشنز الخاصه بالمنحه دي، بتقراهم كويس طبعا. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بالاكتيفيتيز اند انترستس، طبعا انت هنا بتبدا تتكلم عن الانشطه والهوايات بتاعتك. هنا بيقول لك طبعا اتكلم عن الهوايات بتاعتك بالنسبه في الدراسه او الجامعه. كمان هنا بيقول لك لو انت عندك اي انشطه تانيه انت حابب تشاركنا بيها انت ممكن تكتبهم له هنا. وبعد كده انت بتيجي هنا في الجزء ده الخاص بالسيجنتشر، انت بتبدا هنا طبعا تكتب الامضاء بتاعتك وبتكتب التاريخ اللي انت مليت فيه الابليكيشن ده. طبعا انت ممكن تحمل البي دي اف ده عندك على اللابتوب الكمبيوتر بتاعك وتحوله لملف وورد وبتبدا تملى كل حاجه هو عايزها منك. بعد كده بتطبع الابليكيشن بتاعك والسيجنتشر بتعملها بخط اليد، وهنا التاريخ بتكتبه بخط اليد. وبعد كده انت بتبدا ترفق له الابليكيشن ده عن طريق ان انت بتعمل له سكان وبتبدا
ترفقه له في صيغه بي دي اف في الايميل. طبعا انت هنا بتيجي بتعمل تشيك على المربعات دي، بتعمل علامه صح على المربعات دي لو انت طبعا بترفق له الاوراق المطلوبه منك وان انت قريت التعليمات الخاصه بيهم. طبعا هنا بيقول لك I have applied for admission at Reading، اللي هو انت خلاص قدمت على قبول في جامعه Reading. وبعد ما بتخلص ملء الابلكيشن بتاعك بتيجي هنا زي ما قلنا في الايميل الخاص بيهم وبتبعت لهم الابلكيشن ده والاوراق المطلوبه منك. وبكده انا اكون خلصت شرح طريقه التقديم على المنحه المقدمه من جامعه ريدنج. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط، ولو لسه عندك اي استفسار او اي سؤال ممكن تسيبه في كومنتات واحنا هنرد عليه. ويا ريت في نهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان تتابع معانا كل ما يخص المنحه. وشكرا.